بعد الاستمرار بالعمل وتواجد شعبة الإنارة تم إصلاح الكيبل اللي عاطب هذا اللي المسافة اللي تكلمنا بيها، وهاي الإنارات مشتغلة جزاهم الله ألف خير، وهاي الإنارات كلها اشتغلت. كل الشكر والتقدير إلى كل الأخوة في شعبة الإنارة، الأخوة في وقت متأخر من الليل عملهم متواصل، جزاكم الله ألف خير شباب، ونعم الله عليكم وما قصرتوا. هذا طريق يا حسين جاري العمل به بجهود الأخوة شعبة الإنارة بتوجيه من الأستاذ أبو سمير، عملهم في قضاء الدير ناحية المصطفى. كل شكر والتقدير لحضراتهم وهم بتواصلين بعملهم، وإن شاء الله مستمرين بعملهم لإنهاء طريق يا حسين.